ارحب ايضا بضيفي الكريم الذي ينضم الينا عبر الهاتف من القاهره لمناقشه ذات الموضوع، دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي. اهلا بك دكتور عبد المهدي. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المستمعين والمشاهدين. برايك يعني تعقيدات المشهد لليوم الثالث على التوالي من عمليات طوفان الاقصى، هل بدات يعني اسرائيل في استيعاب هذه الصدمه وفي حاله اتزان، ام حاله عدم الاتزان لا تزال حادثه الان لدى الاحتلال الاسرائيلي؟ يعني انا يعني بعيدا عن اللغه العاطفيه المستخدمه في بعض وسائل الاعلام، في الحقيقه هي فوجئت اسرائيل بالعمليه التي حدثت، ولكن منذ لحظه اعلان اسرائيل بشكل رسمي الحرب، هي اول مره تعلن الحرب منذ عام 73، بدأت في اتخاذ الإجراءات المعتادة في إعلان الحرب. هذا حتى الآن إسرائيل تستخدم سلاح الجو من أجل التمهيد الجوي لما قبل مرحلة التدخل البري. هناك حشد ما يزيد عن 200 ألف جندي احتياط لقطاع غزة بخلاف القوات النظامية. طريقة القصف المستخدمة وكمية النيران المستخدمة هي غير مسبوقة. نعم. فقط في منطقة الشجاعية في الحزام الناري الذي قامت به ليلة أمس إسرائيل أسقطت 4 أضعاف الكمية التي أسقطتها على الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي إذا تذكرنا إذا عدنا إلى الحرب في لبنان الضاحية الجنوبية مسحت عن بكرة للأسف. يعني بعيدا للاسف انا مضطر ان اقول انه هذه المعادله اليوم مختلفه تماما، تكاد ان تكون معادله صفريه بالنسبه لاسرائيل. لذلك لا اتوقع انه على الاقل خلال الاسابيع القادمه وليس الايام، في خلال الاسابيع القادمه ان يكون هناك نوايا لدى اسرائيل بالتوقف عن الحرب التي. طيب هنا دكتور عبد المهدي لابد ان نسال على ذكر حضرتك انه المساله ربما تستمر لاسابيع، اطاله امد هذه المواجهات اي طرفين اقدر على الصمود والاستفاده من اطاله امد هذا التصعيد؟ يعني انا لا اريد المقياس، الشعب الفلسطيني لا يمتلك خيار، محصور في مساحه 376 كيلو متر مربع، لا يمكن له، لا توجد لديه خيارات هذا المربع. لذلك هو مضطر ان يصمد مهما كانت القوة المستخدمة ضده. طب بالنسبة للمقاومة الفلسطينية؟ لا نريد ان تضخيم امكانياتها، هي قامت عملية نوعية نعم، لكن في طابور جو تسليح من الولايات المتحدة لاسرائيل لن ينقطع، بدا منذ امس. أنا باعتقادي أنه دول لا تستطيع الصمود أمام طابور دعم أمريكي، ولكن أيضا يعني إذا ذنت لي أيضا بعيد عن حديث العواطف، يعني بشكل مجرد كما هو واضح أنه هذه المرة المقاومة الفلسطينية المسألة مخطط لها بدقة، لدرجة أنه يتم الحديث الآن أنه يعني في مقاتلين بيتم الدفع بيهم على فترات ومراحل في العمق الإسرائيلي أو حتى في المستوطنات الموجودة في غلاف غزة، يتم سحب بعض المقاتلين الموجودين الذين قاموا بعض العمليات والدفع بآخرين. يبدو أن المسألة هكذا تبدو الصورة، يعني أن المسألة مخطط لها أنها تستمر أيام وربما أسابيع. حتى أمس بالفعل كان هذا الحديث، لأنه كانت إسرائيل أعلنت أنها ستبدأ في تطهير، طبعا هذا المصطلح اللغة التي استخدمتها إسرائيل، تطهير مستوطنات غلاف غزة. أنهت إسرائيل في عملية التطهير عملية 21 مستوطنة، تبقى 4 مستوطنات ما زال فيها بعض الاشتباكات. في الحقيقة المستوطنات التي ما زال فيها بعض الاشتباكات هي بعيدة عن قطاع غزة، لذلك أنا باعتقاد أن هذه هي الخلايا العسكرية التي دخلت منذ البداية، ولا يوجد أمامها خيار إلا الصمود والاستمرار في القطار، منهم سدرود. أنا يعني في خلال من 24 إلى 48 ساعة المؤشرات تقول أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية ستبدأ بعد التمهيد النيراني. أي عملية برية تقصد؟ اجتياح غزة؟ العملية البرية ستنقسم إلى عدة مراحل، أحد هذه المراحل احتلال مناطق حدودية بشكل كامل، ثم بعد ذلك عمليات تقسيم قطاع غزة إلى مربعات.
مفصولة عن بعضها بهدف السيطرة الميدانية على هذا الكلام. هذا بعد انتهاء الموجة الأولى اللي هي تمليكية من قصف الجو. لكن هناك من يرى أنه ده هيكون خطأ جسيم إذا أقدمت عليه إسرائيل الدخول برا إلى قطاع غزة. لماذا خطأ جسيم؟ المقاومة لديها كما يبدو من المشاهد 100 أسير. نعم فندم؟ لديها 100 أسير أو 150 أسير تقريبا. لا، بغض النظر عن الأسرى الذين سيكون ورقة قوية حسب كل المقاييس في يد المقاومة الفلسطينية عند التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، لكن الشاهد أنه أصبح لدى المقاومة بعض القدرات العسكرية والقتالية مختلفة عما سبق. هو أولا دعنا نكون واقعيين، بالفعل لدى المقاومة قدرات عسكرية، لكن على الجانب الآخر ما حدث أمام العالم وهزم صورة إسرائيل وإذلالها أمام العالم ليضع إسرائيل في اتخاذ قرار ليس بالضرورة قرار عقلاني بالدرجة الأولى، هناك ستكون هناك خسائر إسرائيلية. إذا رجعنا تاريخ حروب إسرائيل في المنطقة العربية في عام 82، إسرائيل من أجل بضعة شواريخ بدأت بعملية تسمى عملية سلام إسرائيل، انتهت باحتلال لبنان، وكانت هناك المقاومة الفلسطينية واللبنانية والتي كبلت إسرائيل خسائر كبيرة في 82، لكن أكملت العملية. في النهاية ما الهدف الاستراتيجي؟ كل حرب أو كل عملية عسكرية لديها أهداف توضع قبل العملية، نسبة تحقيق جزء من الأهداف هو ما قد يوقف الحرب. أما الخسائر ما طبيعي، أي معركة عسكرية في أي مكان في العالم لدى أي جيش لديها سيكون لديها. طيب دكتور عبد المهدي، حضرتك سامعني؟ تفضل. دكتور عبد المهدي تفضل. سمع. إذا ما تأملنا في بعض العمليات التي تقوم بها إسرائيل في داخل القطاع يبدو أنها بعيدة تماما عن يعني الأهداف العسكرية أو الأهداف التي ربما تمثل خطرا على إسرائيل. فمنذ ساعات مثلا أنذرت إسرائيل بعض ساكني أو قاطني أحد الأبراج السكنية، وهو مبنى مخصص للقنوات الإعلامية، بإخلائه انتظارا لقصفه. وبعض الأخبار العاجلة الآن تتحدث على أنه مقر قناة القاهرة الإخبارية المصرية يتم إجلاؤه في قطاع غزة، وانقطع أيضا الاتصال بأطقم قناة العاصمة القاهرة الإخبارية. هل في سياسة إسرائيل أيضا في هذا التصعيد التركيز على الجانب الإعلامي؟ بالتأكيد إسرائيل تريد إبعاد كاميرات البث المباشرة التي تعتلي أسطح الأبراج أثناء العمليات، لأنه جزء من هذه العملية بالتأكيد هي تمنع وصول أي معلومات استخبارية عن سواء عن الأهداف أو حتى عن التحركات، لأنه التحرك البري سيتضمن وجود قوات على الأرض. الأبراج في مدينة غزة التي في معظمها من الممكن أن ترى منها المناطق الحدودية بالعين المجردة، فبالتالي ممكن أن تراها بعدسات الكاميرات. لذلك إسرائيل إضافة إلى محاولة إسكاب أي تصوير لإسكاب مجازر أثناء عمليتها العسكرية، فإبعاد هذا جزء من استراتيجية إسرائيل. الآن إسرائيل دخلت منذ الأمس منذ إعلان الحرب بشكل رسمي إلى الرقابة العسكرية على كل وسائل الإعلام الإسرائيلية المقروءة والمسموعة والمكتوبة والمنشورة الإلكترونية. بالتالي منذ تلك اللحظة إلى اليوم أي خبر يتم نشره في وسائل الإعلام العبرية الإسرائيلية الصادرة من إسرائيل تأكد تماما أن هذا ما سمحت فيه. عظيم. طيب في ظل كما وضحت الرؤية على الأقل بالنسبة لحضرتك أن إسرائيل تستهدف الإعلام على الأقل لكي لا يعرف أو يعلم العالم ما تقوم به من جرائم بحق مدنيين عزل، معركة الإعلام برأي كيف نديرها؟ يعني أنا للأسف يعني أقول ذلك، وأنا أتأسف أن إسرائيل أدارت المعركة سباقيا بعد هزيمتها العسكرية. خلال اليومين السابقين أو 3 أيام ما قامت في الغرب بشكل عام في كل وسائل الإعلام ونشرت الصور، حتى المتحدث باسمها في الأمم المتحدة عرض صور، استغلت إسرائيل كل المظاهر والصور التي تم نشرها في بداية العملية وهيئت المجتمع الغربي، إضافة أن هناك قوة ولوبي صهيوني
كبير لديه سيطرة على وسائل الإعلام الغربية، بالتالي حتى الفيسبوك تسيطر عليه، هناك مقر لفيسبوك في إسرائيل تشرف عليه، تسيطر على كل الأخبار التي تتعلق بإسرائيل، وهناك كثير بالأمس من الناشطين الذين قاموا بنشر معلومات وأحداث تم تقييد حساباتها. معركة الإعلام هي أساسية، وإسرائيل للأسف رغم المفاجأة التي تفاجأت بها في الهجوم العسكري استغلت الوقت البداية والبهجة والفرحة لدى الفلسطينيين، واستطاعت أن تجند الإعلام بشكل سريع كبير، إضافة إلى التعميمات التي تصدرها إلى كافة سفاراتها في أنحاء العالم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطوع المحلل السياسي.